في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، معزيا بوفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح. وأعرب جلالته في الاتصال عن تعازيه ومواساته بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. سجل في الأردن 18 وفاة و812 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10338 وفاة والإصابات إلى 792278 إصابة منذ رصد الجائحة في الأردن في شهر آذار عام 2020. وقالت الحكومة إن 192,000 شخص فوق 60 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا، وأكدت الحكومة أن المرحلة الثالثة من خطة فتح القطاعات في الأول من أيلول سبتمبر المقبل ستسري بدون تعديلات. وفي الضفة الغربية أصيب 14 مواطنا أمس إثر قمع الاحتلال للتظاهرة السلمية في مخيم العودة ببلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. يذكر أن آلافا من المواطنين شاركوا بمسيرة جماهيرية حاشدة دعت لها الفصائل على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس رفضا للحصار الإسرائيلي. ناشدت الولايات المتحدة الحشود المتجمعة قرب مطار كابل على أمل دخولهم لإجلائهم من أفغانستان أن يغادروا المكان فورا بسبب تهديدات أمنية، في حين وجهت بريطانيا وأستراليا تحذيرا أكثر دقة بحديثهما عن تهديد مرتفع بوقوع هجوم إرهابي. وكتبت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني: هناك خطر مرتفع ومستمر بوقوع هجوم إرهابي. ومن أخبار الرياضة، توج بطل المنتخب الوطني لرياضة رفع الأثقال البارالمبية عمر قرادة بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن 49 كيلوغرام في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو. وتعتبر هذه الميدالية هي الأولى للأردن والعرب في النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية، والتي تشهد مشاركة 234 لاعبا ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية. نهاية الموجز، في أمان الله.